طبعا بقى في البداية خليني كده أبدأ معاكي بالحدث. يعني سمعنا عن عاصفة دانيال اللي ضربت اليونان وضربت، يعني ده كان الأسبوع الماضي مع تركيا وجت على مصر. الحمد لله ما كانش في خسائر كبيرة. طبعا سمعنا عن الخسائر اللي موجودة في ليبيا وكان في عدد كبير من الوفيات، الحمد لله عندنا مش قوية قوي. كلميني عنها، ويعني إيه سبب العاصفة دي أصلا، وكان في تحذير قبلها ولا لا؟ طبعا في البداية العاصفة دانيال هي عبارة عن منخفض جوي، منخفض جوي يعني قيم ضغط منخفضة بشكل كبير بدأت تتكون الأسبوع الماضي على منطقة حوض البحر المتوسط. طبعا هذه العاصفة بتكتسب طاقتها وقوتها من طاقة المياه. بدأت تتحرك الأسبوع الماضي لدولة تركيا، غرب تركيا تحديدا ودولة اليونان، وأثرت بأمطار شديدة الغزارة وفيضانات كثيفة على دولة اليونان تحديدا، وشفنا طبعا مشاهد لدمار عنيف في دولة اليونان. ثم رجعت حركتها، عادت للبحر المتوسط مرة أخرى، اكتسبت طاقة مرة أخرى، ثم دخلت لدولة ليبيا فأثرت بأمطار شديدة الغزارة. وشفنا البنية التحتية طبعا كمان كانت للأسف متدمرة. اتدمرت بشكل كبير، كميات الأمطار وصلت أكتر من 150 ملي متر، مدينة واحدة شهدت أمطار 400 ملي متر، ودي كمية أمطار كبيرة كبيرة جدا. جدا طبعا. ارتفاع المية وصل أكتر من متر في الشوارع، سرعة الرياح تجاوزت 80 كيلو متر على الساعة، ارتفاع الموج وصل ل 8 أمتار على ليبيا. طبعا أثرت بمشاهد عنيفة جدا وأوضاع كارثية في دولة ليبيا، تعزينا لكل الأشقاق في دولة ليبيا. طبعا اتجهت أمس لغرب جمهورية مصر العربية، دخلت على الحدود الغربية، أثرت على مدينة السلوم ومطروح وسيوة، أثرت بأمطار تعتبر متوسطة الشدة. وأيضا نشاط رياح شفناه أمس انخفضت مع الرؤية بشكل كبير لأن كانت محملة بالرمال والأتربة، وصلت الرؤية ل 500 متر على بعض المناطق، وبدأت طبعا سرعات الرياح والرمال المحملة بالأتربة تتجه للقاهرة والدلتا مساء أمس، ويمكن حتى الآن الصباح كان في بعض الأتربة على بعض المناطق من القاهرة وشمال الصعيد وأيضا مدن القناة ومناطق من محافظة البحر الأحمر. وزي ما احنا شفنا الصبح كان في بعض الأمطار الخفيفة على القاهرة الكبرى، ده يعتبر بقايا عاصفة دانيال.